أطلع الطالبات والصغار الصف الإنجليزي بمدرسة قرى المعبرية الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبعث لكم هذه الرسالة وأنا أدعو الله أن تكونوا بأتم الصحة والعافية. هذه الرسالة أحب أن أوجهها للطالبة الشابة المؤدبة الكيوت اللطيفة الذكية التي أرى أنا أجمل طالبة وأذكى طالبة وأنضف طالبة. هذه الطالبة هي مهرة لبعض الله من هم الإحساسية والتي يسمينا مهاري الشطور. أتمنى أن تكون دائما كما أحب أن أراها وأتمنى لكم جميعا أن تكونوا سعداء. وأشكر كذلك المعلمة التي تقوم بتدريسكم ومتابعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله من كل محبة يسر لك حياتي بنيتي. يجب أن تعلمي أن بداية المدرسة هي بداية الخير، بداية المشوار وتحقيق الأحلام والطموحات الكبيرة. حفظك الله ورعاني أرضي في أعلى مراتب بإذن الله تعالى. أميرتي الصغيرة، أميرتي الغالية، أنت تعلمين كم أحبك كثيرا، فأنت أغلى فتاة على قلبي. استمعي جيدا الآن. أميرتي الحبيبة، مهورتي الغالية، ماما تهل بتحبها، ماما تهل تحضنها، مهورة الحلوة، مهورة الشاملة، أستاذتي الصغيرة، أستاذتي الجميلة، أستاذتي الحلوة، سوف تختارين وتصيري أجمل معلمة وأجمل أستاذ إن شاء الله تعالى. ونحن بشوارك يا أجمل أستاذ على وجه الأرض. ابنتي الغالية، ابنتي الحبيبة، يا طفلتي الصغيرة المدللة، ابنتي الزهراء، يا وردتي وفراشتي الجميلة، أنت منبع الحنية والرقة، أرى ضحكة في بأسك وأرى ابتسامتك فتمتعني بالأمل، إنك يا ابنتي الزهراء أغلى ما عندك، يا وردتي الغالية إني أحبك وأتمنى لك الخير والصحة مع حييتي. أحمد الله وأشكره أن رزقني بنت مثلك جميلة ورائعة وطيبة القلب. إن ضحكاتك لا تفارقني زينتك بعيدا عنك، وأتمنى لو أسمع صوتك ولو دقيقة. فيا الله إني أستودعك ابنتي الصغيرة، فهي من أشيائي وحببها إلى قلبي. اللهم احفظ آلي ومن أعماق قلبي أتمنى لك الخير مع حيي. فأسأل الله أن يرزقك أمنيتك وأن تكوني دكتورة في المستقبل وتحققي طموحك وأحلامك. وأسأل الله سعادة لا تفارقك وأن يبعد عنك الأحزان والهموم مع حييتي. فيا طفلتي الغالية أنت أجمل أعطاء الله لي، فأسأل الله لك ولبنات المسلمين السعادة والرعادة مع حييتي. يا أبتي ميس، أتمنى مني بعد الليل من الجهد وإلى الأمام دائما، حرصي على التعلم وإتقان القراءة والكتابة، بالذنب مبلغي شكري وتقريري. الله وبركاته ابنتي سارة المتميزة، أرجو لك دوام التوفيق والنجاح ودامك الله ظهرا لأهلك، وأحسنت وبارك الله فيه. ونشكرك على اجتهادك خلال الفترة الماضية، ونتمنى منك الكثير من الاجتهاد والمثابرة. وفي النهاية من سرع وصل ومن سرع للدرب وصل، وستكونون جميعا انت واصدقائك فخرا لهذا الوطن ولاهلكم ان شاء الله تعالى.
وبارك الله فيكم جميعا. الأميرة صوفيا، أنت جميلة، أنت مبدعة، أنت تستطيعين. الصبور فيك، ربي يحفظك وتدرى شر. ماما تحبك شوييك. لأنك بنت مبدعة وذكية، ولأنك لأنك بنت مطيعة واحترام الكل، أنا فخور بك يا أبو البابا. بما أنك تحب المفاجآت، لما ترجع البيت إن شاء الله راح تحصل مفاجأة حلوة منتظرك. مع السلامة. قالوا ماما بيقول أبي التهاجر أحضارك وكيف صحتك وكيف المدرسة؟ إن شاء الله حلوة، مدرسة جميلة. انت شاطره وحلوه وست الكلام، ما شاء الله عليك يا هاجر. ما شاء الله ما شاء الله، شطورك. شد حيلك هاجر حبيبتي، شد حيلك تمام، وجيبي درجات حلوه عشان تروح الصف الاول ان شاء الله، تروح المدرسه الكبيره ان شاء الله تعالى، هناك مع الاولاد والبنات، تروح مع العباده. شد الكلام ما شاء الله عليك. وبعدين اسمع الكلام استاذك، ما تقولي في استاذك وان شاء الله استاذك تمام. أنا أحبك والدي وماما بتحبك وإخواني تمام حبيبتي. شد حيلك يا هاجر. شكرا جزيلا هاجر. السلام عليكم إسراء حبيبتي، كيف حالك طيبة؟ أنا أحبك كثير كثير، ما شاء الله عليك كثير، بنت متميزة ما شاء الله، شاطرة وشيء واجباتي، شو تسمع الكلام وملتزمة. أحبك كثير حبيبتي، الله يوفقك يا بنتي ويبارك فيك. جميلة والله، أنت باقي شاطرة في المدرسة ما شاء الله عليك، شكل واجباتك والثاقلة والأستاذ تقول أنت شاطرة، وخليك تسمع كلام أستاذك يوم راح هي أشطر واحدة. خليك إيش يقول إيش أستاذك ولا إن شاء الله إيه شاطرة، أنا أحب شوالي وعلي زين؟ اليوم كيف حالك اليوم؟ كما أنت ممتعة وذكية، أنت تستحقين كل شيء جميل في هذا العالم. أتمنى لك حياة سعيدة وعليك بالاجتهاد والمثابرة في دراستك.